أيها الأصدقاء الكرام، هذه هي القنينة التي تساوي كما يظن البعض مليون دولار، وهناك من أتى إلى المركز يطلب فيها 100,000 دولار، ومنهم من يطلب فيها مليون دولار، وعندما نخبره بثمنها لا يريد أن يبيعها ويذهب بعيدا. لماذا وكيف وما السبب؟ أيضا أيها الأصدقاء، هناك هذه القطع البديعة من الزجاج والتي كانت تكون في عواميد أو أعمدة الكهرباء القديمة. هذه الأعمدة لم تعد توجد الآن. لاحظوا هنا سمك الزجاج لكي تتمكنوا من المعلومة بطريقة صحيحة. هذه أيضا من أنواع الزجاج التي كانت تستعمل في أعمدة الكهرباء القديمة، ولا شك أنكم شاهدتموها، وهي ذات لون بديع جدا، يعني أخضر شفاف فاتح. وبعضهم عندما لا يريد أن يبيع قنينته، عندما لا يتحصل على مليون دولار في قنينته، يغضب ويرميها هكذا ويكسرها في مكان ما في جوار المركز ويذهب بعيدا. ولكنه مخطئ على كل حال إذا كانت قديمة، وذلك لأنه لا تصله المعلومة الصحيحة أو لا يستوعبها قط. أيها الأصدقاء الأكارم، هذه القناني التي هنا كما ترون، هذه هنا هكذا يأتي بها الناس مغلفة، لا يريدون أن يظهروها. هذه يزعمون أن التي يكون قعرها هكذا داخلا فيها إلى الأعلى، زعموا أنه تصنع منها القنابل النووية والهيدروجينية وفوق الصوتية وغير ذلك، لكن ذلك كله كلام لا أساس له من الصحة. هذه القناني القديمة فعلا قد تساوي من 200 حتى 400 دولار. لماذا؟ هناك بعض الناس يحبون أن يجمعوا هذه الأشياء القديمة. هذا حقيقي وصحيح، وقد كان بعض الأشخاص من العائلات الميسورة في المدينتين المغربيتين فاس وغيرها مكناس وغيرها يأتون إلى جميع المدن ويقومون بشرائها، خصوصا التي تكون هنا متوفرة، التي هي خصوصا الخاصة زيت المائدة كريستال، والتي كانت هنا فيها نجمة داود لأنها كانت مطلوبة أكثر، وكان المصنع يضع تلك النجمة فقط كهوية، هذا لا غير. إذن 2000 200 إلى 300 وحتى 400 وربما إلى 500 دولار كانت تلك القناني تساوي. شيء آخر جعل الطلب عليها يكثر والإشاعات وغير ذلك. انظروا، لماذا قلت لكم في الأول انظروا إلى سمك الزجاج؟ ألا يشبه هذا شيئا، وهذا كذلك وهذا كذلك. هناك جهات تعمل عملا منظما تجمع هذه، كان هذا قديما أما الآن فقد اكتشف أمره، كانت تجمع قطع الزجاج هذه وتشكل منها وتصقل منها الألماس أو ماسات، خصوصا أنها تمتلك الآلات، لذلك تصقل منها وتقوم بقطع وصقل ماسات منها تشبه حقا الماسات، يعني وعجبه تشبه الماسات الأصلية أو التي تستخرج من جنوب القارة الإفريقية. يعني هذا الزجاج بديع، سبحان الله، كانوا يقومون بقطع تلك المسات وصقلها على ذلك الشكل، ومن ثم يبيعونها، وهناك من سوف يشتريها حقا، وكانت تباع بآلاف الدولارات، آلاف الدولارات، لأن دائما لا بد أن يكون هناك من ينخدع بمثل هذه الأمور. هذا الزجاج غالب الأمر فيه كما قلنا، إذا كانت القنينة هكذا أو حتى هكذا يعني، ولكن ليس مكسرا، يكون كشكل لجامعي التحف، وهي فعلا سوق موجودة وجيدة ورائعة، ولكن لا تعدو أن تكون أكثر من هذه الأثمان. المسألة الثانية هي الألماس، صنع الألماس المقلدة. إلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، وشارك ليعرف الجميع هذا الأمر. إلى اللقاء مرة أخرى.